استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية بعمان، حيث تناول الحديث الأوضاع الأمنية السائدة في لبنان وما يتعرض له الآن من دمار وقصف ونزوح. وقدم الأب السويد باسم الشعب اللبناني الشكر والتقدير للأردني حكومة وشعبا وقيادة على المساعدات الإنسانية التي يقدمها للبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها هذا البلد الشقيق. كونوا معنا. العنوان في لبنان طائفية، في 18 طائفة وتقسيم طائفي. أثبت اللبنانيون أنهم يمقتون ولا يعترفون ويرفضون الطائفية 100%. صح، وهذا اللي حدث. سمعنا أبونا لما إخواننا بالجنوب يهربوا من هذا الغضب، من هذا الشر، يجدوا ملجأ لهم في بيوت إخوتهم المسيحيين. حدثني عن هاي. يعني أنا من عمان، عم نحكي من عمان بلد الوئام والتآخي والتعايش، عم نشوف هذا الحكي عم بترجموه. بدي أقول لك شيء أبونا رح يفاجئ يمكن شوي الناس، وأنا هيدي مؤمن فيها، هيدي الثقافة اللي نحن كمسيحيين في لبنان وفي الشرق إذا بدك بالحقيقة صارت بيلت إن، أوكي، يعني خلص سكنت فينا هالثقافة، ثقافة السلام اللي منخدم القداس من نحن وصغار منذ نعومة أظافرك. بتقول كم مرة بالقداس أبونا نبيل بتحكي عن اللي بتسميه السلام؟ طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله. السلام لجميعكم. السلام لجميعكم، سلامي أعطيكم لا كما يعطي العالم. كم مرة بتحكي عن نشيد السلام اللي بتقول فيه طوبى للساعين إلى السلام، بعدين اذهب وصالح أخاك ثم عد وقرب قربانك وإلا كل حياتك بلا طعمي. كم مرة بتسمع بحديثنا عن ثقافة السلام أو حضارة السلام؟ جائزة نوبل للسلام هيدي مش جائزة بتنعطى مرة بالسنة أبونا. أنا اليوم عن جد أقدمها بكل فخر واعتزاز لهالهامة الوطنية عن جد الشرقية بدي سميها بالعباية الهاشمية جلالة الملك، لأنه أنا ما شفت حتى ولو بدك تقلي لا في بلك ما شفت. وإذا ما عطيوا إياها السنة حقيقة لازم يكون في شيء هيك يطفش حول هيدا الشغلة. بس أكتر من هيك، نحن اليوم عم نحكي أبونا عن منا يوم عالمي للسلام. أرخي قداسة البابا إذا مني غلطان بولس السادس قال كل واحد كانون الثاني هو يوم عالمي للسلام، لأنه منبلش السنة مع أمير السلام يسوع المسيح. لا، هي منا نهار، هي ثقافة إذا بدك، هي منا مجرد لوحة فنية أو منحوتة تعملها للسلام أو أبيات شعرية أو يمكن مثلا لحن. أبونا جوزيف عامل كتير ألحان ومنهم بيناتهم كتير إشي عن السلام، لأنه السلام صارت فينا، صارت ثقافة. منا أبيات شعرية منتغنى فيها، منسمع الأغاني اللبنانية منقول سبحانك يا الله بيحكي كيرونتك أنت. منا رتبة، هي منا رتبة، هي منا بيانات، منا شعارات، هي شغلة صارت إذا بدي أقول طبخة الأم بالبيت.